الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم دكتورة أسماء المغني في سلسلة شرح البرنامج الإحصائي SPSS فيرجن 23، وهو من أحدث إصدارات البرنامج. نفتح البرنامج بالطريقة السابقة وتظهر لنا نافذة الترحيب. طبعا نافذة الترحيب مختلفة عن نوافذ الترحيب في الإصدارات السابقة. نختار New Data Sheet إذا عايزين نفتح جديد، أو database لو عندي قاعدة بيانات، أو نختار من الحاجات القديمة اللي كانت موجودة عندي. نختار new ثم اوكي، فيظهر لنا النوافذ البرنامج. طبعا البرنامج مثل الإصدارات القديمة يتكون من شريط العنوان المكتوب فيه اسم البرنامج SPSS، وشريط القوائم الأوامر القوائم أو الأوامر، وهو فيه الأوامر بداية من file ونهاية بهلب، ثم التول بار شريط الأدوات بداية من open وحتى السبيلنج التدقيق الإملائي، ثم تحت ننتقل بين الداتا فيو والفاريبل فيو، صفحة البيانات وصفحة المتغيرات. طبعا عشان نشرح القوائم دي نلقي نظرة عارضة على القوائم، هنستدعي بيانات قديمة عندنا عشان نقدر بس نشرح نمثل عليها، وإلا بعد كده إن شاء الله هناخد القوائم دي بالتفصيل. لكن الآن نستدعي مثلا الاستبيان اللي كان في ورشة العمل السابقة، اللي هو استبيان تقويم المقرر اللي في اليوتيوب السابق. طبعا دوت استبيان مدخل البيانات كاملة. ادي المتغيرات عندي، الاسم، القسم، الفصل، السنة، وعندي ميم 27 متغير، وقمنا بإدخال الإجابات بتاعت الطالبات، وكان عندي العينة حجمها 38. دلوقتي هنستعرض مع بعض القوائم إزاي بتشتغل، إزاي بستفيد منها. طبعا الفايل، عارفين قائمة الفايل هي فيها النيو والأوبن، إزاي أفتح برنامج، أفتح داتا قديمة، إزاي أجلب بيانات من الإكسل أو من الداتابيز الأكسس أو حتى من وورد، زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة، إزاي أجلب البيانات من اكسل او اكسس او حتى من نص ساينتكس. وسيف اس طبعا عارفين نحفظ، بعد ما نخلص نحفظ سيف اس نحطه في اي مكان، والكلوز نقفل البرنامج، والبرنت نطبع البرنت فيو او البرنت الصفحه الموجوده عندنا، واكزيت نخرج من البرنامج. ده بالنسبه للفايل. وسوف نقوم ان شاء الله في الحصه الدرس القادم ان شاء الله نعمل عمليه الاوبن، ازاي نفتح داتا من الاكسل ومن الاكسس ومن الساينتكس من خلال الفايل. الامر اللي بعده اديت، طبعا هي التحرير، قائمه التحرير الخاصه بالنسخ واللصق والحذف والاضافه، معروف عمليات الاديت. الفيو القائمه الخاصه ب الفيو، اني اقدر من خلالها اخفي او اظهر الخطوط بتاعه الشبكه، اعرض الفاليو ليبل. يعني مثلا لو دوست انا هنا مثلا كده اخفت الخطوط، لاحظتوا معايا ما بقاش فيه الخطوط الفاصله بين كل متغير والتاني، عشان في الطباعة ما تظهرش الخطوط دي. لو رجعت تاني عملت اللاين ظهرت الخطوط، وهكذا. الامر اللي بعده الداتا، وده من اهم الاوامر عندنا الداتا، وبتنبثق منها عدة اوامر، ميرج وديفاين فاريبل وسبليت تقسيم وكوبي. عملية الداتا، قائمة الداتا بينبثق منها عمليات كبيرة جدا جدا، من خلالها بقدر ادخل متغيرات جديدة، ادخل حالات بين حالات، اقسم الملفات، ادمجها، اختار حالات معينة، ارتب البيانات، انقل الملفات الى صفوف والحالات الى اعمدة، وغيرها من الاوامر ان شاء الله اللي هنفرد لها حلقة خاصة باذن الله. القائمة اللي بعدها ترانسفورم، وهي قائمة التحويل، ومن خلالها برضو تنبثق عدة اوامر، اهمها الكمبيوت فاريبل اللي من خلالها بقدر احدث او انشئ متغير جديد من خلال العمليات الحسابية. ممكن أنشئ متغير بحسب الوسط أو بحسب الوسيط أو بحسب غيرها من العمليات الإحصائية. الأمر اللي بعده أنالايز، وده أهم أمر عندنا، وهو التحليل الإحصائي اللي بيستخدمه كل الباحثين في الديسكريبتيف ستاتستكس أو الإحصاء الوصفي أو الإحصاء الاستدلالي، من خلال التحليلات المختلفة اللي هنفرد إن شاء الله لكل تحليل منها حصة، اختبار التي واختبار الكاي واختبار الأنوفا واختبار الريجريشن والكورليشن وغيرها من الاختبارات اللامعلمية والريليابيليتي وغيرها. الدايركت ماركتنج دي استحدثوها في الاصدارات الحديثة، ما كانتش موجودة في الاصدارات اللي قبل كده، وديت من خلالها بقدر اعمل اختار موديل معين عشان احسس
احسن، اعمل امبروفمنت للماركتنج بتاعي. لو كانت الدراسه بتاعتي على التسويق الدايركت ماركتنج، فاختار من النموذج ده او من النماذج دي، او يعني حسب البيانات اللي عندي والماركتنج اللي عندي. هنشوفها ان شاء الله، برضو نفرد لها حلقه باذن الله. الجرافس طبعا معروفه، الجرافس اللي هي الباي شارت والاعمده والدوائر والهيستوجرام ورسمه المضلع التكراري والمدرج وغيرها. طبعا الرسم البياني في التحليلات بتبقى ضمن التحليلات، يعني خيار ضمن التحليل في الانالايز، وكمان ممكن اعمل جرافس لوحده، يعني ممكن الجرافس يكون ضمن التحليل، وممكن يكون لو انا عايزه ارسم بس مش عايزه احلل بس عايزه ارسم، فممكن استخدم على طول القائمه دي. اليوتيليتيز اللي بعدها اللي هي الادوات ينبثق منها طبعا عده اوامر، هي بتسمح بهذه القائمه بعرض بيانات عن الملفات والمتغيرات، بالاضافه كمان انها بتسمح بتعريف واستخدام مجموعه مختلفه من المتغيرات، يعني استخدم مجموعه معينه، مجموعه مختلفه، اعمل كالكوليتنج، اجمع بعض المتغيرات وهكذا. الاد اونز الاضافات، قائمه الاضافات بالقائمه ديت بختار انا عمليه معينه، ومن خلالها اقدر اختار عمليات او موضوعات احصائيه فرعيه متعلقه بالعمليه دي. طبعا الويندو قائمه النوافذ اللي هي بتنتقل بين النوافذ، مثلا بين نافذه الاوتبوت ونافذه الانبوت وهكذا. الهلب طبعا قائمه المساعده، امر المساعده اني لو عايزه اقرا عن الموضوع اللي انا بستخدمه او اخش على الهلب بتاع البرنامج اس بي اس اس. ده بالنسبه لشريط الاوامر او شريط القوائم. الشريط اللي بعده التولبار، وهو فيه ايقونات. الايقونه الاولى طبعا لما بقف، انا مجرد لما بقف على الايقونه بيتكتب لي هي عباره عن ايه، يعني هنا بقف اوبن داتا، اوبن زي ما بنفتح البيانات، زي ما فتحنا البيانات دي في الاوبن عادي، بفتح من اي ملف عندي، بختار من الديسكتوب او من اي مكان من الدي ام سي وبفتح. ده بالنسبه للاوبن. بعد كده السيف، هنا السيف مطفي مش منور لاني ما غيرتش اي حاجه في البيانات، لو مجرد تغيير كده لو غيرت اهو نور بحيث ان انا احفظ. طبعا البرنت اني اطبع، وهنا ريكول ريسنتلي يوزد دايلوج يعني استدعي اخر 12 مربع كنت مستخدماهم قبل كده. هنا طبعا الاندو، اندو مثلا اهو رجعت لاحظته، يعني انا كنت عامله 2 فاعمل اندو، طبعا لازم انزل انتر بعدين اندو رجع لي تاني واحد، وهنا ريدو ارجع تاني في الاندو بتاعتي رجعها تاني 2 زي ما انتم ملاحظين. اللي بعدها جو تو كيس، جو تو كيس مثلا لو انا عايزه اروح للكيس الطالبه 38 كانت اجابتها عامله ازاي، اقول جو تو كيس على طول جاب لي الصف بتاع الاجابه 38. لو عايزه ارجع تاني لاول استبيان اول كيس عندي جاب لي الكيس الاولى، فالكيس هو الصف. ده بالنسبه لجو تو كيس. هنا جو تو فاريبل نفس الكلام، جو تو فاريبل لو انا عايزه المتغير ميم 11 وادوس جو او جاب لي العمود بتاع ميم 11، لو عايزه المتغير ميم 1 جاب لي العمود بتاع انتقل. طبعا الجو تو كيس وجو تو فاريبل بتنفعني قوي لما بيكون عندي الفاريبلز كتير وعندي الكيسز كتيره، يعني مثلا عندي الاستبيان مثلا متوزع على بلد بحالها مليون، او عندي مثلا 100 متغير، فطبعا بتنفعني جدا بدل ما ادور في الاكسل شيت كامل، لا على طول جو تو كيس جو تو فاريبل. بعد كده هنا الفاريبلز يجيب لي القائمه بتاعت المتغيرات كلها، وبعد كده هنا الديسكريبتيف لو عايزه انا اعمل ديسكريبتيف يعني على طول اطلع احصاءات سريعه، المود الرينج المينيمم الماكسيمم، طبعا هنشوف الفريكوانسي بالتفصيل في دروس قادمه باذن الله. فده بالنسبه لل اللي هو ران ديسكريبتيف ستاتستكس يعني نفذ احصاءات وصفيه سريعه. هنا الفايند لو انا عايزه ابحث عن حاجه معينه، لو عايزه ابحث مثلا عن كلمه كمر اهو اقول فايند نيكست، لو عايزه فايند 101 كمر نوت فاوند، لانه اكيد انه في سبيس عندي، نشوف الكلمه 101 كمر، نشوف نبحث 101. ايوه ابتدى اهو لقاها، لقى كلمة الكمر، بعدين ينتقل لبعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها وهكذا، بينتقل اهو بالاصفر. ده بالنسبة لفايند لو عايزة ابحث عن اي حاجة. الايقونة دي انسرت كيس، انسرت كيس لو انا عايزة ادخل كيس، يعني مثلا اقف عند الكيس 2 دي وعايزة ادخل حالة يعني استبيان زيادة، فهو
في نفس المكان اللي وقفت فيه دخل لي كيسة زيادة ومتنقطة بالأصفار، يعني ما علي إلا إني أحط الإجابات، يعني أكتب الإجابات بتاعتي، أجاوب مثلا زي الاستبيانة اللي قبلها وهكذا. ده insert case. لو عايزة undo أرجع أهو، تراجعت بالكامل على اللي عملته. بعدين هنا في insert variable، لو أنا عايزة أضيف مكان ما وقفت أهو، أدي undo مكان ما وقفت، يعني مثلا لو وقفت في M1 وقلت insert variable جاب لي على طول variable جديد. undo هنا أرجع في اللي أنا عملته. بعد كده هنا split file، لو أنا عايزة أقسم الفايل إلى قسمين أقسمه إلى two groups، لو أنا عايزة ساعات بيكون الفايل كبير وعايزة أقسمه مثلا لو الفايل 100 فعايزة أقسمه 50 و50، فبستخدم هذه الأيقونة. بعد كده الأوزان، هنا الويت كيس إن أنا عايزة أحط أوزان أهو ويت كيسز باي، أخلي طبعا مثلا إنه ساعات بيكون عندي مثلا محور كامل والمحور ده الويت كيس بتاعه متغير معين، فاحط المتغير ده واقول انه الحالات دي موزونه بالفريكوانسي فاريبل ده، زي ما هنشوف ان شاء الله في الدروس القادمه. اللي بعد كده سيلكت كيس، لو انا عايزه اختار كيس معينه بشروط معينه بستخدم هذه ايه الايقونه. اللي بعدها اظهار معنى الارقام، يعني انا عندي في ليبل وفي ارقام، الارقام دي الترميز، لو انا عايزه ارجع الارقام ادوس كده، لو انا عايزه افهم معنى الارقام ادوس كده، يعني رقم 3 هنا صحيح لحد ما، لما ارجع كده الاقي 3، طب رقم 4 اللي تحته ده عباره عن ايه؟ ادوس كده عباره عن اوافق، طب اوافق بشده ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو رقم 5 زي ما انتم شايفين. بعد كده هنا يوز فاريبل سيت، وهنا شو اول فاريبل، وهنا طبعا هنا اختار برديوز فاريبل ست اللي هو استعمل متغيرات محدده، يعني اختار متغيرات بذاتها واستخدمها في بعض التحليلات بحتاج طبعا هذه العمليه. وطبعا هنا شو اول فاريبل اظهر كل المتغيرات، وهنا السبيلنج التدقيق الاملائي، يعني حتى البرامج الاحصائيه بيكون فيها تدقيق املائي، ان في مثلا لو في كلمه غلط وايه الاقتراحات بتاعها او اني اتجاهل وهكذا. ده بالنسبه للقوائم بتاعتي، وده طبعا الداتا فيو والفاريبل فيو اللي بينتقل بين صفحه المتغيرات، دي المتغيرات بتاعتي، والصفحه الثانيه اللي هي الداتا فيو اللي هي البيانات بتاعتي. كده ان شاء الله احنا ده درسنا الاول انتهى، والدرس الثاني ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي اوبن داتا من الاكسل ومن الاكسس ومن الساينتك. شكرا لاستماعكم، واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.